الوقاية اللقاحات بتقوم بدور مهم خصوصاً للأطفال، وهي الوقاية من الأمراض الخصبة مثل الأمراض الخطيرة مثل ما تابعنا بالتقرير مثل الحصبة والسحايا وشلل الأطفال. نحكي أكثر عن اللقاحات المهمة للأطفال منذ الولادة لمرحلة عمرية معينة. بنرحب معنا بالأستاذ الدكتور ظافر سلامة، أخصائي أطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. كيف المتحف؟ بجنن عند الصبح هيك الواحد ياخذ طاقه نفسيه. احسن شيء بهالهوايات يعني يشرب قهوه وخلاص. دكتور بالبدايه خلينا نتعرف شو هو اللقاح. هلا اليه اللقاح يعني هي هيك فكره عامه انه نحن شو يعني وقت نلقح ابننا لشيء معين. هي اليه اللقاح هي عباره عن ماده ممكن تكون هي بروتينات او حتى يكون العنصر الممرض نفسه بيضعفوا له مناعته بيعطوه لجسمك، فجسمك بيتعرف على هالعنصر الممرض سواء البروتين اللي هو اساسه او ممكن يكون على العنصر نفسه، فبيجي جهازنا المناعي نحن من جوا بيشكل ماده بتقاوم هذا الكائن الغريب اللي عم فوت على جسمك. بصير عندهم شيء اسمه الذاكره المناعيه. هلا هي الذاكره المناعيه بحتفظ فيها فوتها على يعني بفوتها على الجهاز المناعي تبعه. بصير انا دائما نحن بالجسم في شيء اسمه الذاكرات المناعيه، هي شغلات يحفظها الجسم بيخبيها بحاله بيأهب له مواد مضادة في حال هالكائن فات مرة ثانية على جسمك. بيجي جهازه المناعي بيكون عنده قدرة سريعة انه يصنع هالمادة لانه هي بالاساس هي مصنعة عنده، وبيهاجم هالكائن اللي فات وبيقضي عليه. بكل بساطة هذا هو اللقاح. يعني مثل قال لك شغلة، الانسان بس يولد، احكي لك عن تشبيه انه طفل صغير بس يكبر بصير يتعرف على الناس، بصير يحفظ ابوه امه محيطه الناس الغرباء عنه الناس المنيح. نفس الشيء الجسم بس يولد الانسان يصير طفل في امراض ممرضه كثير بالدنيا كلها، بعضها في منها بتجي بتمرضه بس يمرض من هالمرض بتعرف عليه جسمه بصير يقاومه خلص انتهى الموضوع انا صار عندي شيء مقاوم له. مره ثانيه بفوت ممرض ثاني كمان بيقاومه. بس نكبر مثل عمرنا بتلاقي امراضنا كثير اقل من الاطفال لانه نحن شكلنا هالذاكرات. هلا دور اللقاحات نفس اليه دور المرض بس يفوت بس بطريقه انه ما بيعطي اعراض. اكيد الممرض بس ينعطى هو ممرض خطير، مشان هيك بنكون قدرانين انه ما يتطور بجسم الانسان، نفس الوقت يتعرف الجسم عليه ويقاومه. وهذا اللي بدنا نحكي عنه دكتور، قديش هي اللقاحات مهمه للاطفال. سابقا كنا نشوف مرض الحصبه ان كان السحايا شو الاطفال قديش فعلا كان في حاله من الوفيات كبيره، واللقاح حد من هي الحالات. خلينا نحكي عن اللقاحات المهمه للاطفال. وزاره الصحه بشكل دوري بتعمل دائما لقاحات بشكل مستمر، يعني حمله وطنيه للقاحات مشان الاطفال، لانه في كثير من الناس ما بتعطي اطفالها للاسف هي اللقاحات، بتكون متسربه عن المرحله العمريه معينه. خلينا نحكي اللقاحات قديش مهمه للاطفال منذ الولاده. هلا يعني نرجع بنحكي، يعني اكيد انا انه ابني اوقي من اصابه بشلل الاطفال ما يكون معرض للاصابه بالشلل، اوقي من الحصبه السحايا من الدفتريا طبعا هو مرض قاتل بالنسبه لنا، السعال الديكي، يعني كلها انت يعني بكل بساطه انا عم اوقي. يعني هي ما صفت موضوع انه اخذ ورد بالنسبه لنا انه والله انا اعطي اللقاح لابني ولا لا، بس بفكر انه هاللقاح شو بيوقي ابني المرض لحالي بحمل ابني وبعطيه على اللقاح. دكتور خلينا نحكي بنقطه، مثلا كثير في من الاولاد بيكونوا اخذين لقاح الحصبه الجدري لقاحات كثيره، ولكن بيجيهم حاله المرض ولكن بيجيهم بحاله اخف مره واحده فقط، صحيح هذا الحكي؟ نحن اول شيء نحكي شغله، ما في عندنا لقاح بالمية بيوقي، يعني ما عندنا لقاح بس تعطيه خلص انت ضمنانه. في نحن لانه نحن بنحط يعني وقت بنحط برنامج اللقاحات بنحسب نحن ان بالطب انه اقل عدد ممكن من جرعات اللقاح باحسن فائده ممكنه. ما عندك شيء اسمه 100%، ما عندي شيء والله انا اعطيت لقاحات لنقول لقاح الشلل انه خلص ابني بالمية 100 موثوق، ما مستحيل. في جسم ما بشكل اضداد، في الاضداد ممكن تتراجع مع الزمن، ممكن تفوتي اثناء اعطاء اللقاح بمرض معين يعطل اللقاح، ممكن تكون في خطا انك احيانا تعطي لقاح بعد لقاح واللقاح مو فتره زمنيه تبعه يعطله للقاح، فانت ما عندك شيء اسمه 100%. مشان هيك نحن وقت بيعملوا حملات وطنيه او تعزيز اللقاح او التذكير المناعي، معلش نسميها احلى، انا ما بحب كلمه الحمله، بحب التذكير المناعي لجسمنا بهالمرض لحتى نذكر الجهاز المناعي اذا انت مانك قادر تتحمل هالمرض انا عم ذكرك انه قوي حالك مشان تتحمل المرض. ولكن بنرجع للنقطه المهمه انه هو ممكن ينصاب الطفل طبعاً بس بيجي مخفف اكيد من الامراض بشكل مخفف. تمام بيجي مخفف اكيد تكون مناعته هون اقوى اذا فينا نقول. لا بس هو يعني هو يعني بكل بساطه هو متعرف
قلت انت انسان غريب بس ما بتعرفي ابدا غير بس تكوني انت متعرفي عليه خلال هذا اللقاح صارت بتعرفي عقله شو هو فيك انت تفوتي عليه اما اذا انسان غريب بالمطلق ما بتقدري ما بتعرفي عنه شيء. طيب دكتور في بعض اللقاحات غير اللي بتكون على دفتر اللقاح للاطفال بعض الدكاتره بيقول لك لازم تعطي طفلك هي اللقاحات خلينا نحكي عن هي اللقاحات هل هي فعلا مهمه ومفيده للاطفال يعني دائما لما نروح بيقول لك مثلا في عنده عده لقاحات خلال إضافية. لا في اضافه 3-4 لقاحات هي مفيده بالنسبه له اكيد هي كلها لقاحات مفيده كلها لقاحات مهمه في ناس بتقول لك لانه تجاريه يعني نوعا ما لا عفوا احنا ما عندنا لقاح اخذ موافقات نازل من شركات لقاحات الا منه لقاح اكيد له فعاليه فنحن عندنا برامج عامله للقاحات هي بتنحط لك لدول العالم في عندك امراض وبائيه محصوره ببلاد بلداننا مثلا نقول التهاب الكبد اي التهاب الكبد اي معروفه بسوريا من اكثر بلاد موبوءه مثل مصر مثلا فنحن اعطاء اللقاح اكيد بيوقي ابننا طبعا فهذا بسموه لقاح اضافي هلا مثلا الحمى الصفراء نحن ما بنعرفها ابدا ببلادنا في بلاد عندهم حمى الضنك مثلا ما بنعرفها ماني مضطر انا اخذ حمى الضنك وسوريا كلها بحياتها ما مر عليها اصلا ما انا بيئته المرض فعرفتي فكل بيئه لها امراض خاصه فيها مشان هيك اني وقت اللي نحط البرنامج عم تضل لقاحات هذا الارض كلها وفي نحن لقاحات اضافيه بتتعلق بالمنطقه بالبلد احيانا بالامراض بالوباءات هلا في لقاحات ما بتعطي مناعه دائمه مثل السحايا هو حتما ما بيعطي مناعه دائمه بس الفكره انه انا اذا صار عندي وباء سحايا فيني انا اعطي منع هالولاد تبع المدارس مشان ما يصير مثل ما صار معنا بكورونا نوقف المدارس لا انا بعطي لقاح بيعطيني مناعه بين 3-5 سنين خلالهم انا بمارس حياتي طبيعيه وبيمرق الوباء تروح فعالية اللقاح وما في مشكلة. تمام دكتور كمان خلينا نحكي على نقطة حملات التذكير تذكير جهاز المناعة باللقاحات الوطنية هي كتير مهمة وخاصة عنا بسوريا بكل المحافظات السورية ضمن دفتر منظم أوقات منظمة من وقت ما بيخلق الطفل ولكن منلاقي كتير أمهات بتقول لا أنا بفضل أعطي عند طبيب ما بفضل أعطي بمراكز عامة أو مستوصفات أو مراكز خاصة باللقاحات هذا الشيء بيقولوا لك عند الطبيب ممكن يطول اللقاح مدة أطول ممكن يكون عمره راح للقاح هذا الشيء بيأثر على فعالية المناعة شوفي أول شيء نحن يعني سواء أطباء ولا المراكز أكيد ما عم بعطي على الدكاترة أنا بس بشكل عام لا أنا أحكي لك فكرة نحن بالنسبة لنا اللقاح هو شغلة عم تعطي أمان يعني أنت عم تعطي أمان لهالطفل فنحن ما في طبيب أو مراكز صحية أو شيء مرخص نظامي إلا ما يكون أكيد ميم يعني عم يعطي لقاحات موثوقة تاريخها بيكون جيد حفظة جيد مراقبة بشكل جيد فنحن بالنسبة لنا هي اللقاحات هي شيء يعني أنا بحسها مثل إنه مسؤولية يعني إنه شيء كتير مهم إنه أنا وقت بحط حزام أمام سيارتي يعني عم يعطيني أمان طيب إذا الحزام منزوع شو استفدت منه عرفتي فنحن وقت عم نعطيهم للأهل أول شيء ذاكرة مناعية عم نحافظ على أولادنا أكيد نحن عم نعطيهم أمان وهالشغلة كتير مهمة مشان هيك أنا برأيي إنه يعني هلا نحن مو عم نقول لا المراكز الصحية أكيد هي لقاحاتها من أحسن لقاحات بالدنيا بتجي وسوريا معروفة برنامج اللقاح تبعها يعني حتى الأطباء اللي بالبلد اللي عم يعطوا لقاحات خاصة أنا برأيي هني بيختاروا لقاحات جيدة يعني مبدئيا يعني حسب معرفتي بكل الأطباء وهيك إنه دائما بيختاروا لقاحات جيدة لقاحات بالنهاية نحن بدنا هالأم تاخذ ابنها تلقحه وين ما بتلقحه المهم تلقحه طيب دكتور خلينا نحكي عن مواعيد اللقاحات في مواعيد معينة توفق الدفتر اللقاحات للطفل بس في بعض الحالات خليني بس نذكر هون ايمت فيني اعطي مثلا طفل هيدا اللقاح اذا كان مرضان ولا في عنده باجل اللقاح ولا لا بيكون له اثار سلبيه عليه تمام نحكي شغله احنا اول شيء اللقاحات في برنامج عام للقاحات طبعا برنامج بكل الدنيا عند الولاده بعد 2-4 شهور 6 شهور سنة ونص هذا برنامج عام للقاحات عند الولاده بتعطي رح معلش رح اذكرهم سريعا انه عند الولاده بتعطي كبد والسل والشلل نحن عم نعطيه بسوريا بسبب الظروف اللي صرنا فيها ما كنا نعطي بالشهرين بنعطي نحن الخماسي مع الكبد 4 شهور خماسي 6 شهور خماسي مع كبد بالسنه MMR مع شلل بالسنه ونص بنعطي خماسي وMMR وشلل هذا برنامجنا الوطني طبعا اللقاحات هذا بكل دول الارض نفسه يعني بتروحي على الصومال نفسه بتروحي على امريكا نفسه صحيح. هذا اساس عرفتي فنحن هون اللقاحات بدنا نعطوا روتينيا على كل البيبيات طبعا السؤال طيب اذا انا تاخرت على لقاح ابني في مشكله تحديد بتلقحي عادي مرض ابني اذا عليه حراره طبعا ما نعطي لقاح نستنى لحتى تروح حرارته إذا ابني عم ياخذ كورتيزون فترة معينة ما بصير تعطي لقاح بالسنة وقف كورتيزون أعطي طيب إذا تأخرت ما راح يصير شيء بكفي برنامجك عادي يعني مشان هيك في هلا آخر فترة إذا انتبهتوا عملوا شيء اسمه الأيام الوطنية للقاح غير حملة اللقاحات هلا الأيام الوطنية للقاحات كان الهدف إنه أنا ابني متأخر بلقاح ما نو آخذ لقاح بحمله باخذه بلقاح وانتهى الحديث تعي جيبي كرتك شو ناقصك بنعطيك
انا برايي لازم عند الام كل يوم يكون عندها ايام وطنيه للقاحات. اذا انا تاخرت في لقاح ابني باخذها بكل بساطه. نحن عم نحاول نسال جميع الاسئله ممكن تخطر على بال الامهات يعني, يعني بكل بساطه انا ما نحاول نكون موجودين لانه في كثير امهات بياكلوا هم اطفالهم يعني بحاول يعملوا يعني كل يعني التفاصيل يعني كثير من الناس بتقول لك مثلا حرارته مرتفعه وهي ما بتكون مرتفعه حراره بسيطه بتقول لك لا خاف يكون له اثار تمام. فنحن مشان هيك وقت انت عم تلقحي مراكز صحيه عم نفحص المريض تأمني عليه انه ما هو مريض وبعدين تعطي لقاحاته. شغله ثانيه يعني يعني لازم الام تهتم بهيك مشكله لانه يعني كثير اهم من اكل الطفل وشرب انا برايي واواعيه وحمامه اكيد اللقاح هي اهم لانه انت ممكن انا اذا ما اكل بعد ساعتين هو راح يطلب لك وهو دائما معنا بشكل مجاني دكتور. تمام هي ميزه بسوريا يعني بكل المراكز الصحيه. دكتور خلينا بس نحكي نقطه, اذا طفل ما امه ما عطته من ضمن اللقاحات الاساسيه اللي حضرتك ذكرتها ولبعدين شو ممكن يصير وهل بعدين بس يكبر شوي بيقدر ياخذ؟ نحن اول شيء اذا ما عطينا يعني نحن ذكرنا امراض ذكرنا شلل, هلا نحكي على برنامج صار الوطني صار في تقصير وما نعطى ذكرنا عن امراض شلل حصبه حصبه المانيه نكاف, ذكرنا عن سعال ليكي ديفتيريا كوزاز يعني انت عم تحكي امراض يعني كل مرض هلا قده منهم امراض صغيره مو رشح. فانت وقت ما بتعطي ابنك اللقاح انت عم تعرضي ابنك لخطوره الاصابه بهي الامراض وانت لسوء الحظ عم تسيئي لمجتمعك اللي عم يحاول يمحي هالمرض الموجود مثل ما منحى الجدري بالزمانات. احنا ما عندنا شيء اسمه جدري ومع وتوقف لقاح الجدري مو جدري المي الحمار جدري اللي كان شوى التغى من الارض والتغى اللقاح بسبب انه خلص الجرثوم ما عاد موجود بالدنيا. فانت وقت تعطي ابنك اللقاح انت عم تحميه من هيك امراض بهالحجم ما انه بحجوم صغيره عرفتي. فلازم تعطي اللقاحات لابنك مهم كثير هالموضوع اللي عم نحكي عنه. طيب سؤال اذا انا ابني تاخرت فيه او كان في عنا ظروف الحرب وفي مناطق كثير لا كانت توصيل لقاحات, هلا ظرف البلد وضع مرق بمرحله بالازمه كثير سيئه, فالحال بكل بساطه باخذ ابني وبعطيه لقاحاته. لحد اي تعطي عمر مسموح ياخذ لقاحات؟ نحن في لقاحات محضره لاي عمر لعمري ولعمرك ولعمره. فينا نحن في عنا لقاح ثنائي كهلي مثل ما في ثنائي طفلي مثل ما في ثلاثي مثل ما في خماسي. فيك تعطي شلل نحن اصلا هلا بالمناسبه انه اي حد بيسافر على بلاد اذا بده ياخذ موافقه اللقاح الشلل بيجوا بتلقحوا وبياخذوا رقم العبوه مشان يعرفوا انه ملقحين بيكون عمره 30 سنه ولا 40 سنه. فاللقاحات فيك تعطيها باي عمر طبعا حتى لو كان اخذه هو صغير مثلا عفوا لو جدري اذا انا سؤال انا وصغير هلا في مهمه كثير شغله مهمه كثير اذا انا نسيان ماني عارفه شو اعطي ابني لقاحات وضايع الكرت والام نسيانه او صار ظرف معين الطفل ما معروف تاريخه بكل بساطه فيك تعطيه كل اللقاحات فيك ترجع تعطيه حتى ان شاء الله يكون امبارح اخذهم. احنا ما عندنا مشكله بالموضوع كله بعضه عرفتي يعني احنا موضوع اللقاحات هن بيحسبوا انا قلت لك كلمه مهمه اقل عدد جرعات باحسن فائده ممكنه. طيب اذا زدت الجرعات ما راح يصير شيء بالعكس انا بعزز ومنعته لابني. طيب اذا غلطت انا من شهرين عاطي لقاح ام ام ار جرعه اعطيته هلا شو بده يصير؟ بذكره بذكر منعته. انت ما انك عم تعطي مرض انت عم تعطي بروتين او فيروس مضاعف. اذا فيروس مضاعف والجسم منع ضده بيقتله بيروح بكبه وخلص القصه. وتعطي بروتين شو بروتين؟ ما بصير شيء. طيب دكتور خلينا نحكي عن بعض اللقاحات اللي هي مش دورية فصلية يعني بالفترة الأخيرة عم نشوف كنا لقاح الجريب يعني قبل فترة معينة بتاخده لأنه عم يكون في حالات جريب كتير قوية وانتشار كتير كبير بفصل الشتاء. هيدا اللقاحات قديش مهمة يعني شفنا بفترة معينة الناس كانت عم تاخدها, في ناس عم تقول كان في إلى فعالية قوية وفي ناس لا. أنا رح أحكي لك كلمة بتنحكى عن هيك لقاح نحن ما بنقوله إلى فعالية إنه بتضعف المناعة يعني هيك الكلمة بتنحكى. هيدا الأول شيء نحن لقاح الجريب هو لقاح موسمي بيروحوا بيختاروا الفيروسات اللي موجودة ببيئة معينة بمنطقة معينة بيصنعوا منها اللقاح وبيعطوك إياها الذاكرة المناعية. طبعا هي أول شيء هي وقت أنت عم تاخدي لقاح فبنرجع بنحكي هو ما بيضعف المناعة بأول المناعة شو ما كان يكون اللقاح. الشيء الثاني أكيد اللقاح هو ما بيعمل لك مشاكل لبعدين. الشيء الثالث أنت يعني لأنه نحن بوضع المدارس بوضع العجقة تبع المدارس. طيب انه اذا انا اعطيت ابني لقاح وخففت له غياباته عن المدرسه انا مو عمري انه تعطي كل الاولاد لقاحات بس يعني احنا اذا انا خففت له عدد غياباته وامراضه بالسنه لنقول انا مثلا احنا كان في احدى اللقاحات في 67 زراري فيروسات موجوده باللقاح منهم الانفلونزا اي منهم اللي بيعمل كروب هونجوري. طيب اذا انا حميت ابني من الاصابه شو المشكله؟ يعني انا حميته من هالاصابه يعني انت بتشجع اللقاحات يعني الموسميه يعني نحن اللقاحات الموسميه كل شيء في وقايه ما انا خسران فيه يعني اذا معلش العالم راحوا اشتروا احكي لك شغله
اشتروا العكبر واشتروا فيتامين سي واشتروا وصاروا كل يوم زينك والليمون. هلا مين قدران يشتري ليمون يعمل اشتروهم باسعار كثير غاليه. وطبعا احنا بالطب ولا حدا منهم مثبت انه فعال، بس الزنك شوي له فعاليه والفيتامين د شوي. والطب الثاني بيقول لك احنا ما عندنا هالمواضيع، احنا الطب الحقيقي، ما عم نحكي عن الطب البديل، عم نحكي بالطب الحقيقي، الطب اللي موجود بالكتب اللي اخذ موافقات عالميه الاف دي اي ابروفل يعني. ف طيب لا، اذا انا عندي لقاح اخذ اف دي اي ومنتجته شركه من اهم شركات اللقاحات وفي عندي امكانيات، يعني عمول مشان ما ينضغط الانسان كمان منه، ليش حتى ما اعطيه لأمي؟ صح، يعني الكبار والصغار لازم ياخذوا. هلا في مرضى مستطب لهم، يعني اذا كنت عندك افت قلب مزمنه، عندك مشكله رئويه، عند الكبار، اذا الطفل، اذا المريض مؤهب لياخذ معالجات كيماويه، هذا كله فيك تعطيه، لانه انت يعني اي قريب بالنسبه لهم هائل، بيجيهم هائل. فاذا خففت لهم هالقريبات، يعني في مرضى بيناموا بالعنايه، يعني ما عم حكي عن اطفال، عم حكي عن كبار، عن الكبار. كل شهرين ثلاثه بيروح بينام بالعنايه ليله وليلتين وثلاثه، بيكون عندهم سي او دي بالرئتين او عندهم قصور قلب احتقاني او مشاكل بالكليه او اضطرابات وظائف الكبد. طيب اذا انا خففت له، شو اللي بيخلي تكسر له معوضته؟ هالزلمه عايش ومرتاح، فجاه حملت، ما عم حكي عن طفل، حملت جدي واخذته على المشفى اللي هو عمره 90 سنه، نام له ليلتين ثلاثه وحاله خطره وطلع على البيت، شو اللي كسر له معوضته؟ اول شيء بالعالم بكسر المعوضه عند الكبار واللي هن اعلى نسبه وفيات بالدنيا بالارض كلها هي القريب. فاذا انا خففت عن هالانسان عدد قبولات مشافي، توفير مالي اكيد، توفير نفسي وروحي وجسدي، لانه صحيح. في خطوره عاليه على حياته ومجتمعي ايضا. انا ما حكيت عن يعني طيب اطفال، حكيت عن الكبار، عن الكبار لانه لازم كمان كيف الاطفال مثل ما يعني ذكرت من شوي دكتور، انه انت قاعد بمجتمع، يعني في عائلتك الصغيره وعائلتك الكبيره، فعم تشوف كثير ناس، فما انا مضطرين كمان. والحمد لله يعني معلش، في هلا نحن عنا مشكله الكورونا وكانت كارثه، لهلا صرنا عايشين فيها كارثه كبيره فيها. بالمقابل صار في عندنا وعي بالطرق الوقايه، صار عند العالم صار عندها خبره سمعت عن الفيروسات، سمعت كيف بدك تتعاملي معها. ف يعني وقت اللي انت عم تحكي عن لقاح للفيروسات، صارت العالم عندها وعي كثير كبير. قبل صحيح. يعني انا مرضى عيادتي قبل ما كانوا حتى شو تقول لهم هذا فيروسي وهذا جرثومي، يطلع فيك انه شو هلا صار بيناقشك، شو عم يحكي يعني هلا صار بيناقشك انه هذا ابنك ما بده دواء التهاب لانه فيروسي. صاروا الاهل بالعكس بالمناسبه بفوتوا بيقولوا له يعني دكتور اذا ما اعطينا دواء مو احسن؟ بيقولوا لا، مبين اصابه فيروسي ما بده دواء التهاب. الاهل صاروا يطالبوا، انا خايف من دواء التهاب. طيب يعني الدكتور بالختام خلينا نعطي نصائح عامه لكل الامهات اللي عم يتابعونا من اجل اطفالهم واللقاحات المطلوبه. هلا اول شيء انا بقول لكل ام انه اعطي لقاحات، اعتبري كل يوم عندك ايام وطنيه للقاحات. يعني كل يوم انا بدي اطلع لك ابني ناقصه لقاحات بدي اعطيهم، وبرنامج الوطني تبع اللقاحات وببلاش، ما انا مضطرين نضغط على الاهل. الشيء الثاني، نحن الحملات الوطنيه للقاحات هي حمله على كل نحن وقت بيختاروا حمله وطنيه باي زمن كان. اول شيء نحن بالاساس هي منظمه الصحه العالميه هي اللي بتقول لنا نعمل حملات، وبيكون عندهم شروط لحط الحملات. ممكن يكونوا لاحظوا انه تزايد على الاصابات بمرض معين لنقول حصبا فحطوا. فنحن اي حمله وطنيه باي زمن كان باي بلد كان بالعالم، طالما انت موجوده بهالبلد او عم تعملي عبور بهالبلد، اعطي ابنك اللقاح. نعم دكتور زافر سلامي، نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا كثير على كل المعلومات، نتمنى الصحه للكبار وللصغار ويلتزموا باللقاحات. يوم ضوينا على خطوره عدم اخذ اللقاحات في الوقت المناسب واللقاحات لازمه للجسم. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور زافر سلامي اخصائي اطفال على وجودك معنا، مثل ما قلتي لي بنتمنى الصحه والسلامه لجميع الاطفال. فعلا الوقايه هي خير من قنطار علاج، فلازم الالتزام دائما بدفتر اللقاحات للأطفال، وهي مجانية دائما. بدنا نرجع نقول ونذكر، وفي كثير من الحملات الجوالة عم تصير بكل المناطق السورية. صحة والسلامة عن جديد لكل المشاهدين.